اشكر كل واحد اداني صوته لان ده شرف كبير جدا ان انا اخد جايزه احسن مخرج بتصويت الناس. ده شرف كبير ما بعدوش شرف يعني. فانا سعيد جدا الحمد لله ومتشكر جدا لكل الناس. مبسوط بالجايزه لانها من تصويت الجمهور ومبسوط اكتر انها في السينما فالحمد لله. 2016 كان وشها حلو عليا ومبسوط بيها جدا وان شاء الله 2017 تبقى احلى باذن الله. عندي ان شاء الله مسلسل مرزوق وقيته كتاليف ولمحمد رمضان واتمنى ان شاء الله برده ان هو يحقق نجاح كبير مع الناس ونستفيد بنجوميه وشعبيه رمضان الكبيره طبعا يعني.